احتفال ثاني كمان أهني مضمرة كذلك أيضا سلطان بن محمد لهيبي. مشاهدين ومستمعين الكرام، أيها الإخوة المشاهدون، انطلاقة الشوط السابع يسير، وأيضا يرافقكم الزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أسعد الله مساء حضراتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية. نتواصل بتواصل الأشواط المفتوحة في السباق المحلي الثالث من مرحلته الأولى في آخر أيامه في هذا اليوم، يوم السبت 6 أكتوبر 2012، ونتواصل في هذا الشوط الخاص بالإبكار. ننطلق مع المقدمة ونشاهد الصدارة ونشاهد شواهين على الواعية على مقدمة الشوط، الواعية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية المشاغب في مقدمة الشوط، يتابع الواعية على المقدمة وعلى الصدارة. يليها في ثاني المراكز شواهين سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سلطان بن محمد الوهيبي. أتابع ثالث المراكز، جباره على ثالث المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سلطان بن محمد الوهيبي في المتابعة. أيضا المركز الرابع شواشة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سلطان بن محمد الوهيبي يديرها في عملية التضمير. أنتقل لأتابع خامس المراكز، خامس المراكز من تتواجد على خامس المراكز، ووجود للشحنية لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني الوهيبي بن عبد الله الوهيبي في المتابعة والتضمير. إذن هذه أسماؤنا الخمسة في ندائنا الأول في هذا الشوط، الشوط السابع، ونتابع هذا الشوط كما تابعنا الأشواط الماضية وتابعنا الأشواط الرئيسية وتابعنا شوط مزنة الفائزة بأول الأشواط، بالإضافة إلى من فاز بالشوط الرئيسي الأول للقعدان مضمون بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، كلاهما طبعا التوقيت الأفضل مع مزنة صاحبة أفضل توقيت 7 دقائق 40 ثانية وفاء وتماما بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. أعود إلى مجريات الشوط وأتابع هذا الشعار، الشعار العنابي، هنا شعار الجماهير وتواصل بتألقاته المسائية في ميدان الشحنية. هنا تألق شواهين، شواهين هذا الاسم الجميل الذي يحمل هذا الشعار الأجمل بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. إذن شواهين على الصدارة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تنطلق قاعدتها في هذا المساء وفي مساء الأمس في هذا الميدان. واليوم ستة نقاط سجلت مع هذا الشعار بقيادة هذا المضمر العملاق. هنا انطلاقة شواهين ترغب في تحقيق النقطة السابعة في هذا المساء. يا سلام، شواهين إذن على الصدارة، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سلطان بن محمد الوهيبي في التضمير، بالإضافة إلى المركز الثاني وجود جبارة على ثاني المراكز أيضا بنفس الشعار، بالإضافة إلى المركز الثالث وجود شواشة، كلاهما لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. أنتقل إلى رابع المراكز لأجد الغارية على رابع المراكز أيضا بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وسالم بن فران المري هو المضمر والمتابع. خامس المراكز تحمل الرقم 5 هنا الدوحة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة سالم بن فران المري. إذن المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس شعار العنابي، شعار الجماهير، يتواجد على المقدمة في عرض تلقائي وعرض يدهش الجماهير في ميدان الشحنية، إبداع العنابي في هذا المساء. يا سلام، إذن شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على المراكز الستة الأولى بقيادة المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي وسالم بن فاران. وهنا أيضا لا أنسى المشاغب محمد بن خالد العطية، وجوده ثقيل بهذا الشوط. يا سلام، أعود إلى مجريات الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط. وين موقعنا سعد؟
الكيلو ونصف الكيلو هنا، يا سلام شواهين على الصدارة وعلى المقدمة تنطلق، شواهين سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، هناك أيضا وجود المركز الثاني اللي غيرت إلى مقدمة الشوط، جبارة جبارة بنفس الشعار وبقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، هنا تدخل 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 أيضا نفس الشعار، تدخل نفس الشعار ولكن بقيادة المضمر سالم بن فران المري، هناك من الجانب الآخر وجود الدوحة خطير خطير على ثالث المراكز، الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فران المري في التضمير، رابعا رابعا شواش شواشة على المركز الرابع، يا سلام على الكيلو متر الأخير الثقيل على المضمرين، الثقيل جدا جدا، ألف متر لكن ثقيلة على المضمرين، شواشة على رابع المراكز، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سلطان بن محمد الوهيبي تدخل بالوقت المناسب هنا، يا سلام الله، شوفوا المركز الخامس، شوفوا الشحنية، شوفوا الشحنية بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، خبرتكم عن العطية، العطية قادم بكل قوة، العطية محمد بن خالد العطية مشاغب المضمرين، يا سلام يا سلام الله، شواشة شواشة، خبرتكم عن شواشة، شواشة ترشيح مبطن سعد بن مثل العتيبي، هنا شواشة على المقدمة وعلى الصدارة، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تنطلق شواشة وسلطان بن محمد الوهيب، ولكن الدوحة الدوحة ثنائية جميلة، ثنائية عنابية بل رباعية بل خماسية بل سداسية عنابية، يا سلام يا سلام، يستاهل التحية، وصل المشاغب وصل المشاغب وصل المشاغب، الله يا سلام يا سلام، منافسة جميلة، منافسة عنابية، خبرتكم عن الشحنية وخبرتكم عن المشاغب، المشاغب المشاغب، يا سلام، إذا المشاغب وشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية يفوز بهذا الشوط، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز، المركز الثاني شواشة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث شواهين لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، رابعا وخامسا أيضا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وجود الدوحة على رابع المراكز، وخامسا جبارة، تهانينا والناموس للفائزين وللمضمرين وللشعار العنابي الكبير، وصولها إلى خط النهاية هنا 7:47، 5 أجزاء من الثانية توقيت الشحانية، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومحمد بن خالد العطية، المركز الثاني 7:48، جزءا واحدا من الثانية توقيت شواشة، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث 7:48، 8 أجزاء من الثانية توقيت شواهين، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهنئة لمضمر الثنتين سلطان بن محمد الوهيبي، شوط جديد انطلق وزميلي يزيد الجهني.